أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. 10:06 مرحبا بكم في لايف سبورت. البداية بالأخبار المحلية. الرابطة المحترفة الأولى دارت اليوم مباراة الجولة السادسة ياب لبطولة الرابطة المحترفة في ميالي. نتائج والترتيب في المجموعة الأولى: نادي البنزرتي كان انهزم من ملعب التونسي 2-1، هلال الشاب يتعادل مع نجم الساحلي 0-0، ملحم ممسوس يتعادل 1-1 مع نادي صفاقسي، واتحاد طاوين يتعادل مع الترجي الرياضي 2-2. الترتيب في المجموعة الأولى: النجم في الصدارة 29 نقطة، مركز الثاني الترجي 28 نقطة، مركز ثالث اتحاد طاوين 18 نقطة، مركز رابع كل من ملحم ممسوس 14 نقطة، مركز الخامس كل من النادي البنزرتي، نادي صفاقسي، الملعب التونسي ب 13 نقطة، والمركز الثامن والأخير هلال الشباب 11 نقطة. في المجموعة الثانية الاتحاد المنسيري ينهزم أمام اتحاد بنقردين 0-0، النادي الإفريقي ينتصر على مستقبل رجيش 0-0، مستقبل سليمان نفس النتيجة يفوز على أولمبيك سيدي بوزيد 1-0، ونجم المتلاوي يفوز على الأولمبي البيجي 1-0. الترتيب في المجموعة الثانية: الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردين في الصدارة 26 نقطة، مركز ثالث الأولمبي البيجي 24 نقطة، مركز رابع نادي الإفريقي 21 نقطة، مركز خامس مستقبل سليمان صاحبة نجم متلوي 16 نقطة، مرتبة سابعة أولمبيك سيدي بوزي 9 نقاط، والمركز الثامن والأخير ورسمي مستقبل الرجيش يغادر الرابطة المحترفة الأولى ب6 نقاط. نواصل مع مستقبل الرجيش. كشفت الهيئة المديرة مستقبل الرجيش في بلاغ لها اليوم أنه على إثر ما وصفته بالفضيحة التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مباراته مع النادي الإفريقي من خلال حرمانه من ضرب الجزاء وإقصاء مؤمن زبيدي، ثم تراجع عن ذلك بإعاز من الحكم المساعد ليتفطن لهذا الخطأ المرتكب من الحكم، ثم توقف اللعب لمدة 8 دقائق لتستأنف المباراة بخطأ تحكيمي آخر يتمثل في احتساب هدف غير شرعي للنادي الإفريقي مسبوق بتسلل تسبب في مغادرة المستقبل لمصاف الرابطة المحترفة الأولى. لذا فقد قررت الهيئة المديرة تقديم قضية عدلية ضد الحكم محمد الفني بتهمة التلاعب بنتيجة المباراة. رسمي خالد بن يحيى يغادر النادي البنزرتي، حيث تم الاتفاق بين الهيئة المديرة للسيابي والمدرب خالد بن يحيى على إنهاء العلاقة التعاقدية بالطرازي. من كرة القدم، البدل اختصاص كرة السلة، أنهى النادي الإفريقي مشواره في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في المركز الثالث أثر تحقيق الانتصار في المباراة الترتيبية اللي جمعته اليوم بنادي بيروت اللبناني بنتيجة 84-79. في الرياضة العالمية، تلعبت اليوم جملة من المقابلات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية. في ما يلي أبرز النتائج: نوتنغهام كان فاز على ليدز يونايتد 1-0، توتنهام فاز على مانشستر سيتي 1-0. في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ريال بيتيس انهزم أمام سلتا فيغو 4-3، ريال مايوركا يفوز على ريال مدريد 1-0، فيرونا نفس النتيجة يفوز على فالنسيا 1-0، ريال سوسيداد ينهزم أمام بلد الوليد 1-0. في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ساسولو يفوز على أتلانتا 1-0، سبيزا ينهزم أمام نابولي 3-0، تورينو ينتصر على أودينيزي 0-1، فيرونتينا ينهزم من بولونيا 2-1، وحاليا مقابلة قاعدة تتلعب بإنتر متقدم على الميلان 1-0. في الدوري الألماني الدرجة الأولى، شتوتغارت ينهزم من فيردر بريم 2-0، فولسبورغ ينهزم أمام بايرن ميونخ 4-2. نختم بالدوري الفرنسي، أبرز النتائج: رين ينهزم من ليل 3-1، كليرمون فوت ينهزم من موناكو 2-0، نفس النتيجة أجاكسيو ينهزم من نونت 2-0، واليريون يتعادل مع أونجي 0-0، أوكسير كذلك يتعادل مع ستاد ريميس 0-0، وستراسبورغ يفوز على مونبلييه 2-0. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية تساعد ممارسة التمارين الرياضية في منع العديد من المشكلات الصحية وتحسينها بما في ذلك ضغط الدم المرتفع والسكر والتهاب المفاصل. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة FM. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.